والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني ما حكم صيام عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده؟ سأل عن حكم صيام عاشوراء. عاشوراء سنة مؤكدة لكن لا يصام وحده، بل يصام يوم قبله، هذا هو الثابت. وإذا لم يتمكن من صوم يوم قبله أو لم يتذكر يصوم يوما قبله، يصوم يوما بعده وهو الحادي عشر. نعم.